مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج طوق الياسمين. نتمنى أن تكون حياتكم هانئة معطرة بعطر الياسمين. مشوارنا معكم يتجدد ونبدأ مع فقرته الأولى. عند سفر مريض القلب بالطائرة يتم استشارة الطبيب والتحضير من قبل 4 إلى 6 أشهر من السفر. الشخص الذي يتعرض إلى توقف القلب يموت بعد دقائق قليلة إذا لم يحصل على العناية الطبية المناسبة، ويتراجع احتمال الوفاة في حالة حصول المصاب على الإنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان في الوقت المناسب. ويقصد بإزالة الرجفان تعريض المصاب إلى صدمة كهربائية تعيد لقلبه نظامه الطبيعي. أمراض القلب من الأمراض المنتشرة والموجودة في المجتمع اليمني، فماذا عن هذه المشكلة وماذا عن حجمها؟ وما هي الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب؟ وما هي الأسباب أيضا المؤدية إلى جراحة القلب؟ معي الدكتور خالد سعيد العكي، استشاري جراحة القلب والصدر وعضو سابق في فريق صراعة القلب والرئتين بمركز القلب الماليزي. مرحبا بكم دكتور خالد. مرحبا. قبل أن نبدأ نقاشنا أقول للوالد يحيى ألف ألف سلامة. والد يحيى الله يسلمك. إن شاء الله طهور بإذن الله تعالى. الحمد لله، شفاكم الله. دكتور، هذه واحدة من الحالات، ماذا عن حجم هذه المشكلة في المجتمع اليمني؟ الحقيقة مشكلة أمراض القلب هي مشكلة عالمية، وإذا نظرنا إلى أمراض القلب بشكل عام فستجد أنها السبب الأول في العالم بأكمله للوفيات سواء في اليمن أو في أي دولة متطورة من العالم. وللأسف الشديد حجم المشكلة في اليمن هو حجم أكبر بكثير، وذلك لأسباب عدة من ضمنها طبعا للظروف المعيشية أو للنظام الصحي لدينا، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية التي يعيشها المريض والحالة التي يأتي بها المريض في مراحل متأخرة من التشخيص. فللأسف الشديد لا يوجد أيضا عندنا إحصائيات دقيقة، إنما الحجم كبير جدا، وهناك بعض الزملاء عملوا دراسات وإن كانت قليلة إلا أنها تبين أنه لدينا مشكلة كبيرة جدا. وبحجم هذه المشكلة للأسف الشديد في الشق الآخر لا يوجد لدينا اهتمام بالحجم أو بحجم المشكلة، وهذه من ضمن الأسباب التي تجعل مشكلة القلب وأمراض القلب من المشاكل المهمة جدا لدينا في اليمن. طيب دكتور، في المجتمعات الغربية وهي المجتمعات المتطورة والراقية تصنف مشاكل القلب وتصلب الشرايين أنها من أمراض العصر أو من أمراض الحضارة أو المدنية المتقدمة جدا، بمعنى أن الإنسان من الصباح يذهب على السيارة ثم يذهب إلى العمل ثم يجلس ثم يعود ولا يبذل أي مجهود، ما يسبب كثير من تراكم الدهون وما إلى ذلك، وتسبب ذلك تصلب الشرايين. لكن عندنا نحن مجتمعنا ليس بتلك الصورة من التمدن، هل هناك شيء مشترك؟ في الحقيقة الوعي أيضا، نسبة الوعي لدى المواطن اليمني إذا قارنت بنسبة الوعي لدى المواطن أي دولة أخرى بتلاقي أو التثقيف الصحي ستجد أن هناك فارق كبير جدا، ولعل هذا اللي يعني الديفكت أو نسميه يعني الجاب أو الفراغ مسافة. نعم مسافة. الفراغ يجعل من هذه الأمراض أيضا في مجتمعنا اليمني أيضا من الأسباب، ربما هناك يعني كان طريقة الحياة في الدول الأخرى بشكل آخر، لكن عندنا التدخين بدرجة عالية جدا، ولذلك اللي وجدت من بعض الدراسات التي أجراها زملائنا أن نسبة التدخين لدى أمراض القلب لدينا 97%. 97% سبب التدخين. نعم اللي من ضمن العينات التي أجريت عليها الدراسة من قبل الزملاء موجودين في اليمن، وجدوا أن 97% من المصابين بأمراض تصلب الشرايين هم مدخنون. هذه نسبة عالية جدا. طيب ماذا عن الأسباب الأخرى والأسباب التي تؤدي إلى مسألة أنه هذا مريض يجب أنه تدخل جراحي لإنقاذ حياته؟ ما هي هذه الأسباب؟ حقيقة سؤالك كبير جدا يعني، وإذا صحيح. بحثنا يعني بصورة مبسطة فيمكن لنا القول أنه بالنسبة لأمراض القلب التي تؤدي في النهاية
إلى جراحة القلب ممكن تقسمها إلى فئتين كبيرتين، وكل فئة بعد ذلك ممكن تقسمها إلى عدة أفرع. مثلا للأمراض الخلقية، أمراض الخلقية التي يعني أثناء الولادة وكلها أسباب الخاصة، يأتي المريض حتى وإن أصبح لي في سن بالغة إلا أنه يكون لديه موجود مرض خلقي ولكن غير مكتشف للأسف الشديد، فيأتي في مراحل متأخرة، وهذا من ضمن الأسباب اللي الموجودة. قد تكون من ضمن الأمراض أسباب الأمراض الخلقية وجود مثلا استخدام علاجات خاطئة، أو مثلا لتكون لوراثية أو غير ذلك من الأمور، أو استخدام أدوية معينة. أما بالنسبة للأمراض المكتسبة والتي هي يعني بشكل كبير جدا من ضمنها تصلب الشرايين أو الإصابة بإصابة صمامة القلب أيضا، من ضمنها اللي المعروف عندنا في اليمن هو الروماتيزم، الحمى الروماتيزمية. نعم، وأيضا اللي هنا بعض الزملاء أجروا دراسات ووجدوا عندنا حقيقة يعني أرقام مفجعة جدا، حتى أنه اللي هناك دراسات على سن تقريبا ما بين 10 إلى 16 في مدارس في عدن تقريبا، كانت نسبة الإصابة من هذه العينة 5000، كان نسبة تقريبا 36% في كل 100، 36 طالب مصاب أيضا بأمراض الروماتيزم. هذا يعني عدد يعني مهول. طيب ماذا عن الأسباب الأخرى؟ مثلا ما علاقة مثلا صحة الفم والأسنان أو الفم الصحي بأمراض القلب؟ ما علاقة الأسباب المحلية التي يختص بها المجتمع اليمني كالقات مثلا لهذه المشكلة؟ كل هذه أيضا تسهم بشكل مباشر في إصابة مثلا كما ذكرت الهياجين نسميها، أو لنظافة الفم أيضا لتسهم بشكل مباشر في انتقال العدوى أو الإصابة بكتيريا في صمامة القلب، وبالتالي أيضا قد تحول الإصابة من مرض يعني بسيط إلى مرض معقد، يعني اللي نسميه infective endocarditis أو اللي التهاب الصمامات القلبية أو الغشاء القلبي. وهذه أيضا اللي من ضمنها كما ذكرت وتفضلت هي عدم الاهتمام بالهياجين، خاصة إذا كان هناك إصابة موجودة في صمامات القلب. بالنسبة للقات أيضا، للقات معروف جدا وأيضا حسب ما عملتنا كعدة دراسات أنه موجود لدينا عدد كبير من الإصابات بسرطان الفم، وهذا يرجع أيضا إلى مرض القات في اليمن بالإضافة إلى التضخم أو احتشاء عضلة القلب. للأسف الشديد يعني من خلال خبرتنا أيضا وجودنا في بلدان أخرى، أو يعني لم نشاهد الكم الهائل في الفترة البسيطة التي تواجدنا فيها في اليمن نفس الحجم الذي نشاهده في اليمن، يعني بإصابة احتشاء عضلة القلب في سن مبكرة، يعني في سن 35 أو أقل، وذلك يعني مرجعه حسب دراسات أيضا من زملائنا أنها ترجع إلى تناول القات. وأتمنى أنه يعني نستشعر هذه المشكلة ونعرف أنه القات أيضا في سموم كبيرة بمبيدات يعني وغيرها. بالنسبة للقات المشكلة في السموم التي تكون موجودة في المادة نفسها. أعتقد في اعتقادنا أنه اللي بسبب السموم، لكن يعني لابد من إجراء دراسات متطورة متقدمة بحيث أنها تكون حتى نعرف الأسباب الحقيقية، يعني من لماذا يعني يوجد هناك تضخم وفي سن مبكرة عند هؤلاء الناس، هل هي بسبب مواد القات نفسها أو بسبب أمراض يعني سببت القات وغيرها. نعم. طيب دكتور، كل هذه الأسباب تؤدي مثلا لجراحة القلب، لتدخل جراحي؟ هناك طبعا للتشخيص المبكر طبعا يقيم من مسألة التدخل الجراحي. نعم، قد يكون ذلك، وقد أيضا حتى التشخيص المبكر قد يأتي المريض إلى غرفة العمليات وتجرى العملية وتكون نسبة النجاح عالية، لكن عندما يأتي المريض والتشخيص متأخر أحيانا نحن لا نستطيع أن نساعده، وبالتالي نرفض إجراء العمليات لأنه لن نفيده، بالعكس قد يعني يكون هناك اللي يعني خطورة عالية جدا على حياته، وبالتالي في هذه المراحل نحن حقيقة فقط نرشد المريض ما هي الحلول. كما ذكرت أيضا بالنسبة لعضلة تضخم القلب عندما تكون شديدة لا يوجد هناك حلول أو خيارات كثيرة، يعني خاصة في مثل هذه الحالات أفضل حل هو زراعة القلب، وكما تعرفون يعني العملية صعبة حتى في الدول المتقدمة من حيث وجود المعطي أو المتبرع بالقلب عادة، وفي هذه الحالة يعني يكون متوفى أصلا وأهله هم الذين يقومون بيعني التبرع به.
بشكل سريع، هل هناك نصائح للمشاهدين بشكل سريع ولأن الوقت قدامنا؟ تفضلوا. حقيقة أتمنى يعني من الدولة والحكومة الاهتمام بهذا الجانب من أو الفئة الكبيرة من مرضى القلب من حيث توفير للمراكز المتخصصة والمتقدمة وتوفير الكادر المؤهل، وكذلك التوعية الإعلامية بشكل مستمر للقاعدة من المواطنين وتعريفهم بحجم المشكلة، وكذلك خلق نظام معين لمتابعة المرضى مرضى القلب. نحن بحاجة فعلية إلى وجود نظام تتابع في مرضى القلب سواء التي أجريت لهم عمليات أو الذين لم تجرى لهم عمليات. شكرا جزيلا، شكرا لهذه المعلومات. مرحبا بك. شكرا جزيلا، حياك الله وسلامات، نتمنى لكم الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، سلامات. لخلق ثقافة صحية كانت فقرة صحتك في سؤال، نواصل مشاهدينا الكرام طرح الأسئلة الصحية على المشتركين، ومن يوفق في الإجابة يأخذ جائزة، تابعونا. السلام عليكم. أحمد الحيمي. أحمد الحيمي، يا مرحبا. ما هو معدل ضغط الدم الطبيعي؟ معدل ضغط الدم الطبيعي 50 يمكن. منخفض 50 عنده هبوط حق الدم يعني. ايوه يمكن 70 إلى 75 تقريبا هكذا. راجع نفسك. 75 تقريبا. في رقم على رقم الانبساطي، الضغط الانبساطي والانقباضي. اعصر اعصر معلوماتك. 80 إلى 70 اعتقد هاي تقدر اقل شيء. راحت عليك مرة أخرى، حياك. ضغط الدم الطبيعي، كم معدل ضغط الدم الطبيعي في الإنسان السليم؟ ضغط الدم الطبيعي أيوة 180. لا هذا مرتفع. 120. تذكر. موفق في المرة الأخرى، شكرا. نواصل طرح الأسئلة الصحية لفقرة صحتك في سؤال، ومعي الأخ الاسم الكريم. شمسان عبد القادر الحجري. شمسان، مرحبا يا شمسان. ما هو معدل ضغط الدم الطبيعي في الإنسان؟ 100. شكرا جزيلا، حظا موفقا مرة أخرى، شكرا. نواصل طرح الأسئلة، ما معدل الطبيعي لضغط الدم؟ ما هو المعدل الطبيعي لضغط الدم؟ معي الأخ الكريم، الاسم. اسمي نبي عبد المغني. يا مرحبا أخي. ما هو المعدل الطبيعي لضغط الدم في الإنسان السليم؟ أعتقد معدل الضغط من 180 من 175 إلى 180. على كم؟ هو في على 200. لا 200 هذا قلع يحصل انفجار دماغي، هذا لا، هذا غير طبيعي. أعتقد أنا أنه يعني 180 طبيعي، 175 مرتفع ليس طبيعي. نتواصل معكم ونطرح الأسئلة صحتك في سؤال، فقرة برعاية مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومعي هنا الأخ اسمه الكريم. مروان سيد أغلام. يا مرحبا يا مروان. السؤال هو، كم يبلغ ضغط الضغط الطبيعي في جسمك؟ 9. نفسك 9. معي هنا الأخ الاسم الكريم. فلاح حسن. فلاح، أهلا يا فلاح. أسألك هذا السؤال، أرجو أن توفق لتأخذ الجائزة. ضغط الدم الطبيعي، كم يبلغ ضغط الدم الطبيعي في الإنسان؟ ضغط الدم الطبيعي، كم يبلغ ضغط الدم الطبيعي في جسم الإنسان؟ ضغط الدم 100. فقرة صحتك في سؤال، الأسئلة فيها متنوعة والغرض منها خلق ثقافة صحية في المجتمع. سؤالنا الآن سنطرحه على أحد الأخوة المشتركين، فتابعونا. السلام عليكم. يا مرحبا، الاسم الكريم. هاني عبيد. هاني، مرحبا يا هاني. هناك سؤال،
صحي المطلوب أن تجيب عليه، فإذا أجبت أخذت الجائزة. ما معدل مغض الطن الطبيعي؟ 120 على 80. الإجابة صحيحة، والأخ هاني يستاهل جائزة البرنامج، هذه الجائزة وهي مبلغ مالي. شكرا يا هاني، شكرا، حياكم الله. أم أحمد امرأة مصابة بعدة أمراض، فريق طوق الياسمين قام بزيارتها إلى منزلها، وجئنا من هناك بنبأ يقين، فتابعونا. تولوا أمرنا وغفلوا عنا، لا نطالب إلا بحقنا في الحياة، في التداوي والاستشفاء. ولو كان لأمثالنا مكانة عندهم لذهبنا إليهم، ولو أن للعدالة بابا لطرقناه. هذا هو حال أم أحمد وأمثالها. أم أحمد مريضة منذ 16 عاما، أقعدتها مجموعة من الأمراض، فهي تعاني من فشل كلوي، تضخم بالقلب، والتهاب كبد، ومياه بيضاء في العين، وفتاق. عندي أنا فشل كلوي، أنا بين أغسل بالأسبوع 3 غسلات، وأنا حالتي حالة. بالأسبوع 3 غسلات؟ 3 غسلات بالأسبوع، أنا كانت أغسل غسلتين، بعدها طلع عندي أصانك الله ما عم بشيله وقطع، وسولت جمعة بطني، ردوا طلعوا لي الغسلة الثالثة زعم. وانا تعب، تعبت ما بعد، كنت اسحب من بطني، كنت اسحب بالاسبوع مرتين من بطني، ولها الحمد لله شو طالي انا تعب. ايش غير الفشل ايش عندك؟ عندي القلب. ما في القلب؟ القلب عندي متدخل، عندي القلب متدخل، وعندي الكبد، عندي الكبد حالتي حالة. عندي قلت لك عيني، عيني ما عاد تصدي ولا شو ولا غيره. عيني عينك هذه؟ هذا اسمع. كل هذا وما فاقم وضعها الصحي والنفسي هو فقرها المدقع. تشكو أم أحمد أن لا أحد يسأل عنها، ولا يتبقى لها إلا ذكرى أعز إنسان في الوجود، من كان يحيطها بالعطف والحنان والحب، والدها، فتبكي شوقا إليه. أبي الله يرحمه لو حد كان مثله، أبي ذي كان صدق علي حنون صدق، ما كان يجي زورني، ما كان يدي لي، ما كان يجي لي حتى عدنا بالبلاد. أنا الله ما له الحمد لله الشكر، وكان بيني أنا ركبي، كان بيني أنا رومتي، ما أقدر أمشي، كان يظل يجي يزورني ويجي عين، وش ما ناقص علي يدي لي، وأنا عند الرجال. لا ما مات الله يرحمه، وأنا خلاص عدمته. أم أحمد حياتها معلقة بجهاز غسيل الكلى، فهي تغسل في الأسبوع 3 مرات، وهذا يحتاج إلى الكثير من المصاريف. ما بشيء والله العظيم، ما بحاجة معنا، يا حالتنا حالة، ما بش معنا لا مصروف ولا أشتي علاجات، أشتي جار بيت، أشتي سرير مستشفى، أشتي. أنا بتغسل بالأسبوع 3 غسلات، وين تغسل بالأسبوع؟ كل أسبوع 4000. أحتاج بتحتاج بالشهر كم؟ بالشهر 90. لا أنا مختصة بأجر سيارة، وحالتي حالة، لا أنا مختصة بها، ولا والله العظيم ما جيت، حالتي حالة يا أخي، جلدني الله. نحد لي ولا حد بيقول لي منين، لا أنا بدي ولدي ولا حد عيني. ولدها هو من يقوم برعايتها، وأحفادها هم سلوتها.
احمد ولد مهلا ومعي هو قالوا لي ذا الكبير هو بالبلد قلت لك معاه سبعه جهه حاله حاله وانا انا وديها انا ومعي اربع بنات وعيالي اربعه من بيقوم عليكم؟ بيقوم علي ابني اسود طيب. انا جالسه ناويه يوم اسعفوني وانا بغرش علاج بغرشي خلها على الله ما هلا ولدي تقربت من هانا ومن هانا ومدين وهاجج وقمع دحين والله يعني عليها رفع من يتعب هي على بول مرضي والله ما عاد تريد تعب منها ولا فلس ونعادي عليه لهذا الحين قال لي الله ما داري بحالتي الا رب العالمين لما ذينا ولان احنا الحاله خلها على الله ولا يصير مسكين لا معه معاش ولا معه شيء انه لا بيشتغل احيان بصرت عامل احيان يحصل واحيان ما يحصل احيان يصير الحرج واحيان ما بيشتغل واحيان ما بيشتغل احيان يحصل لنا الصرفة ومعلو عيالهم راض بينهم جن عليهم كمثال كالسي واحيان يسعفهم المستشفى وهذا والله ما العظيم ان حال حالة خلها على الله بس كانت تضرب لها بالأسبوع مثل ما تكون مرتين إني كانت تشفى طالما السوائل إني كانت تشتبج بطنها لك كنا نشفى حق 20 هكذا حق 20 هذا 20 لف 20 لف رحنا نشفى منها الماء لحنا الحمد لله قد أشكال اللهم الحمد الله يدي لها العافية ويشفيها ويعافيها ما نشتي لها تقع في خير من رب العالمين قد واحد يفعل جهده والباقي عليه قد قلت له صحي على أسناني لازم نطيح حاله وكفر لا مشاها انا الاول تركنا ام احمد حزينه تنتظر فرحه قد تطرق بابها او عداله قد تعيد بسمتها التعقيم في صالونات الحلاقة قضية تؤرق الكثيرين فما هي العادات المتبعة في بعض صالونات الحلاقة تابعونا مع الفقرة التالية حلاقة آمنة يجب تعقيم شفرات الحلاقة واصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج طوق الياسمين يبقى أن نذكر بأن البرنامج برعاية مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا كما نشكر كل من تفاعل معنا وخاصة مع الحالات الإنسانية التي تم عرضها أذكركم بالعناوين الظاهرة على الشاشة فتواصلوا معنا إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.